بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب مكملين إن شاء الله بإذن الله النهاردة مع برضه الـ CSS ميديا تايب. ميديا تايبس، مفهوم الميديا أو الميديا كويريز أعمق شوية، وهنستخدمه إن شاء الله بإذن الله في اللي أوت. قصة الميديا ده برضو ليها دخل به انت هتعرض المحتوى بتاعك على ايه بالظبط، ايه دي اقصد بيها نوع الشاشة اللي انت هتبتدي تعرض عليها. متفقين ان احنا الستايلينج او السي اس اس لغة مظهر، مظهر يعني تهتم بان المظهر بتاع الموقع يظهر بشكل كويس. طيب اوكي جميل، وعلشان المظهر يظهر بشكل كويس لازم ابقى عارف كويس خالص ان هو هيبتدي يتعرض على ايه، وانا بعرضه علشان اي غرض من الاغراض. طيب لو القينا نظره كده على الميديا تايبز اللي بتتيحها لي السي اس اس انه يتعرض عليها. يعني ايه ميديا؟ يعني ايه ديفايسز؟ القيمه الخاصيه اسمها ميديا. القيمه اقول علشان دي سوتبل فور اول ديفايسز، كل الاجهزه، اورا الاجهزه اللي بتشتغل على انت تكلمها كلام. انا عندي قيم كتير جدا بس انا هعمل فوكس على ايه؟ على نقط معينه. انا مش بنقلل من قيمه اي واحده من دول، لكن يعني ان شاء الله باذن الله انا يعني ما اتعاملتش معاهم كلهم، لكن انا هركز على الحاجات اللي انا اتعاملت معاها واللي انا اعرف ابدا اطلع لك عليها منتج، واللي هي الشغل الدارج بتاعها وشغاله في السوق. يعني عندي الهاند هيلد، الاجهزه الهاند هيلد اللي بتتشال في الايد زي الموبايل فونز والسمارت فونز والتابلتس والميني بي سيز والحاجات ديت، تمام؟ فالتنسيق ده مناسب ليها. يعني يبقى انت عايز تخصص الملف السي اس اس ده عشان يتعرض على ها الهاند هيلد ديفايسز. انت فهمت القصه؟ انا ممكن يبقى عندي ملف سي اس اس واحد بس، ها، وانا ابتدي اربطه باكتر، يعني اقصد ملف اتش تي ام ال واحد بس وانا اربطه باكتر من ملف سي اس اس. طيب جاست كده نفس الفكره، لو انا كان عندي صفحه ويب بيج واحده بس وانا عايز اعرضها على اكتر من ديفايس، ده وارد، لاني الصفحه بتاعتي هتتعرض على اللابتوب بتاعي وهتتعرض على جهاز كمبيوتر وهتتعرض على تابلت بي سي وهتتعرض، ممكن ان انا نطبعها برنت، ممكن تتعرض على سكرين شوت كمبيوتر، ممكن تتعرض على تلفزيون، ممكن تتعرض على وهكذا. ده اللي مقصوده بقصه ها البرنت او الميديا. طيب ايه اللي انت بتقوله؟ خلينا نوضح الصوره اكتر كده بشكل عملي. طيب انا عندي، انا هستخدم الخاصيه ميديا مع الوسم لينك، وهقول برضو بديل ليها بشكل انلاين، تمام، او بشكل تضمينه يعني جوه الملف الستايل، جوه الستايل. طيب لينك ريليشن شيب، انا عندي ستايل شيت وتايب تكست، انا طبعا حذفت الاتش ريفرنس وهقول له ميديا. يعني جاي لك، ها جاي لك دلوقتي الملف السي اس اس اللي انا لسه ما حددتهوش دلوقتي، ما عملتش اتش ريفرنس، هيتعرض على ايه؟ تمام. انا دلوقتي لو قلت له سكرين، تمام، القيمه سكرين ديت هتتعرض على شاشات الكمبيوتر، تمام، اروح اقول له بقى اتش ريفرنس الموقع بتاع اتش ريفرنس واقول له بقى ايه، انا ما عملتش ملف سي اس اس فاعمل ملف سي اس اس، واقول له ادي كنترول اس وانا اعمل ملف جديد واسميه سكرين. يعني اللي جاي لك ده كله دلوقتي انا مخصصه علشان يتعرض على السكرينز، شاشات الكمبيوتر، اكستنشن سي اس اس. Where is extension CSS؟ انا تايه مش شايفه بصراحه، فايه انا همسح ديت واكتب سي اس اس واعمل سيف، تمام، وابتدي. انا مش هكتب فيه كلام كتير، انا بس هكتب بادي وهستايل خطوط. انا عايز اوضح الفرق بس، اقول له مثلا فونت داش سايز، وهقول له فونت سايز ديت خليها 50 بي تي، انا بشتغل بالبوينت. الفونت سايز بتاعي كان 50 بي تي، وفي الاندكس بتاعي عملت بس مجرد نص موجود من لوريم ابسون، فاهمني؟ يبقى الميديا ديت هتتعرض على السكرين، والاتش ريفرنس بتاعي بيكون عباره عن سكرين دوت سي اس اس، ده الملف اللي انا كنت لسه عامله دلوقتي على طول. فكده لو جربت اللينك او هما كده المفروض يبقوا الاثنين مربوطين، فانا اجرب واعمل ريفرش الاقي ادي ال 50 بوينت اتعرضت. طيب خلونا نجرب اني
اعرض نفس الصفحة لكن بتنسيق تاني على شاشة تاني، ولنفرض لغرض وظيفي تاني، اني انا مش عايز نجراء او مش عايز نعرضها على شاشة كمبيوتر، انا عايز نطبعها برينتد بيبر، انا عايز نطبعها كورق. طيب يبقى كده انسب تنسيق ليا اني اعمل دوبليكيت للكلام ده مع المحافظة على المحتوى بتاعه كله، واغير السكرين ده، اغير السكرين ديت كقيمة واقول له لا دي برنت، تمام. انا هطبع وفي برنت بقى انا راح اعمل ملف سي اس اتش شديد، تمام، واحفظه بقى بخليه، ونفرض ده برنت. التنسيقات ديت انا هحطها كبرنت، انا عايزها علشان ايه؟ عشان تطبع. يبقى ده برنت دوت سي اس اس، واعمل سيف ليه، وهكتب فيه نفس الكود اللي انا كنت عملته في البادي، لكن انا هحاول اعليه شويه. يعني بدل 50 انا هخليه 150، 150 بوينت، هخليه كبير جدا عشان الناس بس تشوف الفرق ما بين الاثنين. وانا عملت كنترول اس وانا هغير السكرين ديت عشان تبقى القيمه برنت. اوكي تمام. طيب خلوني بقى نعمل كنترول اس ونروح بريفرش. ده تنسيق السكرين لانه بيتعرض على شاشه الكمبيوتر، فانا مش هشوف فرق جامد ما بينه، انا كده كده نفس الفكره. يبقى الملف السي اس اس على الشاشه هيعرض لي بده كاني ده على الشاشه ملوش اي وجود، تمام. اوكي طيب انت ده وجوده يظهر لما انا اعمل دلوقتي كنترول مع بي لما نيجي نطبع. طبعا من الواضح جدا ان الكلام او ديت ال 150 بيكس او 150 بينت البوينت اللي انا كنت بقول لك عليه، الكلمه فيها سطر واحد بس وعملها لي على صفحتين، فده التنسيق بتاع ايه؟ ده التنسيق بتاع الطباعه. فعند الطباعه انت بتتكلم بقى في ايه؟ في حاجه ثانيه خالص. فده التنسيق اللي هيظهر لما نيجي نطبع. نفس الفكره لو انا كان معايا موبايل اخليه مثلا هاند هيلد، دي الفكره اللي انا كنت عايز اصلها مع حضراتكم بخصوص الميديا اللي من النوع ده. او يعني انا عندي اكتر من ديفايس ممكن اعرض عليه التصميم بتاعي على شاشات مختلفه. طيب انا عندي نفس الامر ده، يعني خلونا ننوم السطر ده، وانا ممكن اعمله بطريقه ثانيه نفس الامور ديت اكزاكتلي تماما باستخدام يوجوال ستايل الات رول، بس المره دي مش هتبقى هتبقى ات ميديا، وبعد ميديا هتبتدي تكتب التايب دايركتلي على طول. يعني انت ممكن تكتب له كلمه سكرين وديت هتوفر عليك حاجات تانية، تمام. ادي سكرين تمام، وجوا سكرين هتعمل البريسز بتاعتك وتبتدي تكتبها جوا السكرين، تبتدي انت تكتب له بقى ايه الحاجات اللي انت عايز تغيرها من غير ما انت محتاج تربط بلينك، فاهمني؟ يعني انا عملت كنترول اس وخليني على السكرين، هاخد الكود ده واعمل له كوبي واحطه جوا السكرين، تمام الكلام ده بالنسبة للحاجات اللي هتتعرض على السكرين. طيب اوكي خلونا نجرب ان احنا ننسخ ده كله مرة تاني، انتر، ونغير كلمة سكرين عشان تبقى برنت، تمام. وخد بالك ان انا منوم السطرين دولت، يعني منوم مش مشغلهم. اوكي وانا عملت كنترول اس واروح بعمل ريفرش هلاقي نفس النتيجه بالظبط، ما حصلش حاجه. ولو عملت كنترول بي برضه هلاقي ممكن تكون النتيجه اتغيرت، او ديت مش او النتيجه هنا مش مظبوطه في البرنتنج، تقريبا هي مظبوطه في السكرين. خلينا نشوف، فربما يكون في حاجه في الكود. ات ميديا برنت بودي 50، انا 50 انا المفروض اخليها 150 عشان نشوف الفرق. فلو انا عملت كنترول اس ولو عملت كنترول بي فايه ده ال كانسل، انا ما حفظتش ولا ايه؟ عند الميديا برنت خلي لي الفونت سايز 150 بي تي، انا كنت مشغله 150 بي تي برضه في البرنت دي، ماشي تمام كده. اد ميديا برنت تمام مظبوط. خلونا نعمل كنترول اس طيب مره تاني ونعمل ريفرش ريلود واعمل كنترول مع بي. تمام ده التنسيق، انا مش عارف يمكن اكون ما كنتش عملت ريفريش. فنفس الطريقه بتاعت الات ديت، انت مش محتاج بقى ايه، انت مش محتاج تربط بستايلات سي اس اس، تمام. لكن المشكله في القصه ديت ان انت هتكتب اكواد السي اس اس كلها في ملف ال اتش تي ام ال، وده مش مفضل يعني، تمام. فانت التصميمات المختلفه بتاعتك المفروض تحطها في ملفات سي اس اس زي ما احنا كنا متفقين يعني.
تمام. انا بالنسبه لي الطريقه الاولانيه، وده شكل ده رايي شخصي يعني، بالنسبه لي الطريقه الاولانيه ده بتكون افضل من الاعتماديه، بس انا حبيت نوريها لحضراتكم علشان برضه تكون الامور في الصوره. ما تروحش بعيد، انا هوقف الفيديو وعلشان بس ما يطولش مني، وهكمل ان شاء الله باذن الله معانا في الجزء الثالث، هندي برضه لمسه بسيطه عن الريسبونسيف، لمسه بسيطه جدا عن الريسبونسيف. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.